أنا سامي والد شادي من فلسطين، الحمد لله ابني تعالج هنا في مصر قبل 4 سنوات وأنا الآن في مرحلة المتابعة. أنا نفسي أنه يكون جميع التخصصات موجودة في هذا المستشفى، لما كان عاوز يجي للعلاج كان يخاف يعني من هنا، كان يقول لي يا بابا عاوز ألعب، ما كنتش لاقي مكان عشان أخليه يلعب فيه لأنه دايما كان متكتف جوا الأوضة والسرير. مستشفى 57-357، المستشفى خلاص خلصت وخطوتنا الجاية الأجهزة الطبية. اتبرع ولو بجنيه، اتبرع باللي تقدر عليه.